بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل محاضراتنا من جامعة القادسية كلية التربية قسم الرياضيات المرحلة الثالثة المادة المعادلة التفاضلية الجزئية دكتور ميثاق حمزة. الموضوع اليوم معادلات التفاضلية الجزئية الغير خطية لكن من الرتبة الأولى. الصيغة العامة اللي إلها هي دالة راح تكون بال x y z والبي q والبي q. راح ناخذ انواع معينه من المعادلات التفاضليه الجزئيه الغير خطيه لكن من الرتبه الاولى. النوع الاول اذا اختفت ب كل اذا اختفت كل المتغيرات يعني المستقلة والمعتمدة فيبقى فقط البي والكيو. هذه راحت فيبقى فقط بي والكيو، يعني اختفت الزت والاكس والواي كلهم اختفى. فالحل راح يكون لهذا النوع من المعادلات، الحل هو راح يكون عبارة عن فرضية احنا نفرضها هنا اللي هي زت راح يساوي لنا زت يساوي لنا اي اكس زائد بي واي زائد سي. تلاحظ بانه ما دام عندنا احنا معادله تفاضليه جزئيه والحل الفرضيه مالته تكون تامه، والتامه بي ثلاث حالات، اما الثوابت اكثر من المتغيرات المستقله او مساوي للمتغيرات المستقله أو أقل من المتغيرات المستقلة. إذن هي علاقة بين الثوابت والمتغيرات المستقلة. هنا الحل هو فرضية تامة بها ثوابت A والB والC. فهنا راح يكون عندنا ثلاث ثوابت بينما المتغيرات المستقلة اثنين، فمعناها عدد الثوابت A والB والC. المتغيرات المستقلة هن X و Y. فذن راح يكون أكبر، فمعناه راح نحصل على معادلات من رتب عليا، فهذا أنا ما أريده. معنى الكلام بأنه لازم تخلصاني من واحد من المتغيرات، السي حد مطلق راح يكون ما أقدر أتحكم به، إذن أتخلص أما من البي راح يكتب دلالة الأي أو من الأي يكتب دلالة البي، يكون يعني متغير واحد، اما الـ A والـ C او الـ B والـ C يبقى فقط. فمعناها لازم نشتق هذا الحل ونعوضه بالمعادلة ونشوف شو نحصل. ZX يساوي لنا الـ A ويساوي لنا B، إذن الـ B هو A، وZY هناك خطأ مطبع لازم نصلحه، إن هذا مو ZX، ZY يساوي B ويساوي Q، إذن الـ Q B والـ B هي A. فبعد ما نعوضها بالحل بالمعادلة العفو نعوضها هنا مكان البي اي هذا ومكان الكيو بي، فها راح تكون معادلة مو دالة. معادلة نقدر احنا من عندها نوجد اما اي بدلالة البي او بي بدلالة الاي، ونرجع نعوضها اما مكان الاي او مكان البي. فلو عوضنا مكان البي هنا فراح نحصل زت يساوي اكس زائد ابساي اوف الاي واي زائد سي، فمعناها راح يكون عندنا فقط الاي والسي والمستقله هن اكس وواي فمساويات. فمعناها حسب الحلول التامه راح نلقي حل تام، العفو معادله تفاضليه جزئيه من الرتبه الاولى والدرجة الأولى وواحدة فقط خطية، أو راح يكون الحل بهذا الشكل اللي هو Z يساوي لنا AX Phi of BX زائد BY زائد C، ونفس الكلام راح يكون عندنا إذن B والC ثواب إذن B والC واللي يساوي لنا نفس العدد مال X والY كعدد، يعني كعدد هن مساويات. ف
فمثال عندنا مثال أوجد الحل التام للمعادلة بي تربيع زائد بي يساوي كيو تربيع. هذا الحل راح نعوض مباشرة مكان البي اي ومكان الكيو بي، فراح يكون عندنا اي تربيع زائد اي ناقص بي تربيع يساوي صفر. هاي طبعا احنا صفرنا المعادلة، يعني نقلنا الكيو تربيع للجهة الثانية. هسه راح من هاي المعادلة نطلع البي راح يساوي لنا جذر التربيع لاي تربيع زائد اي، راح نعوض مكان البي، راح نعوض مكان البي وين؟ بالحل اللي احنا فارضين نعم زد يساوي اكس زائد بي واي زائد سي، فراح نعوض مكان البي فيطلع لنا اكس زائد جذر تربيع اي تربيع زائد اي واي زائد سي، فهذا الحل مالتنا. المثال الثاني ناخذ بي تربيع زائد كيو تربيع ناقص واحد يساوي صفر، ايضا نعوض مكان مكان البي اي ومكان الكيو بي، فراح ينتج عندنا راح ينتج اي تربيع زائد بي تربيع ناقص واحد يساوي صفر، يعني نفس عوضنا مكان الاي وعوضنا مكان الكيو. فنطلع الاي بدلالة البي اللي هي الاي تساوي ان جذر تربيع واحد ناقصا بي تربيع. نجي نعوض مكان الاي بما يساويها بالحل الفارضين اللي هو اي اكس زائد بي واي زائد سي، نعوض مكان الاي فيصير عندنا جذر التربيع واحد ناقص بي تربيع اكس زائد بي واي زائد سي. هناك خطأ ايضا مطبعي انتبهون عليه، زائد فقط ماكو زائد ناقص، زائد ناقص للجذر التربيع في البداية. النوع الثاني هنا نبدأ ندخل واحدة من المتغيرات أو المتغير المعتمد. المتغير المعتمد إذا ظهر مع البي والكيو فأيضا الحل مالتنا راح يكون عبارة عن فرضية. الفرضية هي زت يساوي اف لليو ويساوي اف اوف اكس زائد اي واي، بحيث اليو تساوي ان اكس زائد اي واي. اذا اني فارض زت بدلاله منو؟ بدلاله اليو، واليو بدلاله الاكس وبدلاله الواي. فهسه من اجي اريد زت